صباح الخير يسعد صباحك عفاف. صباح الخير يسعد ما يسعد صباحك. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون كلياته خير وصحه لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا. بدايه نهار يعني اعلنا انه نبلش هاي الحياه من اول وجديد، سواء بمشاكلنا بصعوباتنا بكل شيء عم نحمله بدنا نبدا هاي الصفحه الجديده ونتحدى هاليوم كل شيء بيواجهنا. واكيد السر السحري هو الابتسامه. صباح السعاده والفرح لكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. ضيوفنا لليوم متميزين ومن قطاعات مختلفه، رح نحكي معهم بالتفصيل عن مواضيع بتخصكم ويمكن في مواضيع للمره الاولى رح تتعرفوا عليها. اكيد كل شيء عن فصله انا وزميلتي عفاف. يسعد صباحك عن جديد عفاف. يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، وحتى ان كنتم صحصحين ولا لساتكم نايمين. يمكن هلا بهذا الجو اكثر واغلبيه الناس عم تعاني من الفئه بكيره، ولكن دائما لما بنتذكر الشيء اللي عم نفيق كرماله والهدف من الاستمراريه انه راح يحقق لنا نجاحات كبيره، وكل هالشيء طبعا ما بيخلى من انه لازم نكون ونبدا يومنا بطاقه ايجابيه. دائما بنحكي عن الطاقه الايجابيه لانه صدقوني هي اهم شيء، ومثل ما بنبلش نهارنا بطاقه ايجابيه راح يكمل هو كله بطاقه ايجابيه. كملينا صباحنا معكم، ولكن راح نروح لفاصل صغير ونرجع. عفاف مثل كل يوم بنروح سوا وبنقلب بروزناما التاريخ، بنتعرف على ابرز الاحداث يلي سجلت حضورها بمثل هاليوم وبتتاليها شكلت حكاية اليوم. خلينا نتابع سوا. اليوم 15 شباط كثير من الأحداث شكلت بتتالية ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1936 الإعلان عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن بألمانيا، وكانت السيارة هي فولكسفاجن. وبعام 1942 سقوط سنغافورة بيد اليابان، وبريطانيا تعلن استسلام 80 ألف من قواتها ليصبحوا أسرى حرب، وهي أكبر استسلام بريطاني بالتاريخ أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعام 2013 نيزك يمر فوق مدينة بروسيا بيتسبب بأمطار نيزكية. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1564 غاليليو غاليلي، عالم رياضيات وفلكي إيطالي. وبعام 1861 شارل إدوار غيوم، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1920. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1959 أوين ريتشاردسون، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1928. كمان سلمى تعودنا كل يوم الصبح لازم يكون معنا مجموعة من المعلومات الغريبة والمتنوعة وممكن نكون لأول مرة نسمع فيها. خلينا نتابع ضمن هالتقرير. هل تعلم أن النحلة ترفرف حوالي 350 مرة في الثانية، وأن أهالي الأسكيمو يحفظون الطعام في الثلاجات خوفاً من التجمد؟ هل تعلم أن الإنسان إذا عطس وعيناه مفتوحتان فمن المحتمل أن تخرج العينان من محجريهما، وأن شخص واحد يستطيع أن يعمر إلى عمر 116 سنة أو أكثر من بين بليوني شخص؟ وأخيراً، هل تعلم أن التفاح له تأثير بشكل أكبر من مادة الكافيين في جعل الشخص مستيقظ حتى الصباح؟ أما هلأ رح نتعرف على مادة بتستخلص من الورد الدمشقي. طبعاً الوردة الدمشقية يلي سجلت ضمن التراث اللامادي بسوريا باليونسكو، واللي هي بيستخلص منها مادة تسمى ماء الورد، موجودة بكل بيت سوري، لها كتير استخدامات سواء بإضافات كنكهات للأكل وحتى أيضاً للبشرة وللسيدات. خلينا نتعرف على أسرار هالمادة الجميلة الدمشقية بالتقرير التالي. يستخلص ماء الورد بالأساس من بتلات الورود المختلفة، بحيث تنتج منها زيوت نقية بصورة طبيعية
وصالحة للاستخدام البشري. الفوائد الصحية لماء الورد: يساعد على التئام الجروح من خلال خصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة على بقاء جرح نظيف. يعد من المضادات للالتهابات الجلدية كالإكزيما. مساعد هام على الاسترخاء، فهو مهدئ ومريح للأعصاب. يساعد ماء الورد في الحد من مشكلة حب الشباب وإزالة الزيوت الزائدة من الوجه. يساهم في تنشيط الدورة الدموية ويمنع التعب والإجهاد. يقي من تشكل الحصى في الكلى، لا سيما عند مزجه وشربه بطريقة منتظمة. صباح الخير عن جديد، مكملين صباحنا معكم وانتقلنا الى اولى فقراتنا، وفقرتنا رح تكون طبية. اكيد كنا بنعرف نتيجة تعرض لبعض انواع الحوادث واصابات العظام بيتم اللجوء الى استبدال المفاصل او اجراء جراحات المفاصل الصناعية للعمل على استبدال وزراعة المفاصل الصناعية، وهالشيء ايضا للمساعدة على تخفيف الالم واستعادة وظيفة المفاصل المهترئة او حتى المصابة بالالتهاب. سلمى، أكيد عفاف، لهيك رح نحكي اليوم أكثر إمتى بيتم استبدال المفصل، شو هي الحالات اللي بنلجأ إلى العملية تبديل المفصل، هل في خطورة من هذا الموضوع؟ وكثير استفسارات بتخطر ببال الناس، هل أنا إذا طبعاً تعرضت لعملية تبديل مفصل ممكن بدي أرجع عيدها، قدي بعيش والمخاطر وما إلى ذلك. كثير من الاستفسارات طبعاً رح يجاوبنا عليها ضيفنا الاختصاصي الدكتور هو خالد نمورة، استشاري بجراحة العظام والمفاصل والجراحة الرضية، وأيضاً هو أمين سر الرابطة السورية لجراحة العظام والمفاصل. أسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. أول شيء دكتور خلينا نتعرف على هي العملية، عملية تبديل المفصل، وشو هي الحالات يلي بتستدعي اللجوء لهي العملية؟ طبعاً هلأ نحن عملية تبديل المفصل، خلينا نحكي شوي على شو هو المفصل، يعني الأخوة المشاهدين يأخذوا فكرة شو هو المفصل الطبيعي بشكل عام. المفصل عبارة بالجسم عبارة عن التقاء عظمين، نهاية عظم طويل مع بداية عظم طويل، بيناتهم في مسافة مفصلية. نهاية العظم مغلفة بغضروف مفصلي، هذا الغضروف المفصلي بيساعد على انزلاق المفصل، بيمتص الصدمات، بيسهل حركة المفصل. فعملية تبديل المفصل هي عبارة عن استبدال الصفوف المفصلية المهترئة اللي صابها الاهتراء نتيجة أمراض معينة أو تنكس معين بمركبات الصناعية بتشكل المفصل التام. هي المركبات إلى سطوح ملساء بتتقابل مع بعضها لتساعد بوضع الحركة والانزلاق. هلأ الحالات اللي نحن منساويها لموضوع المفاصل، أي مرض داخل المفصل بيؤدي إلى تخرب الغضروف المفصلي أو تنكس المفصل لأسباب مختلفة ومتعددة بيؤدي إلى ألم مرافق للمريض بشكل دائم، ما منسيطر عليه بالمعالجة المحافظة والتمارين والأنشطة أو العلاج الفيزيائي. فالنتيجة النهائية بتكون أنه استبدال، نشتغل مفصل كامل كرمال أنه نريحه من الألم. طيب دكتور خلينا نحكي أكثر اليوم أهمية يعني هذا العمل، إيمت أنا بقرر وأنا بدي أعمل تبديل مفاصل، شو هي الحالة اللي خلص تستلزم هذا العمل الجراحي؟ أي حالة بالمفصل أدت إلى تخرب السطح المفصلي وساوت عند المريض ألم شبه دائم مع عجز حركي، سواء تحدد حركي أو يبوسة أو حركة المفصل صارت كتير يابسة عند المريض والألم مرافق للمريض خاصة خلال فترة الليل أو خلال المشي أو النشاط، هي الحالات تستطب استبدال المفصل بشكل سليم. دكتور أكثر العمليات شيوعاً اليوم هي عملية مفصل الورك، يلي ممكن هيك الدراسات أنه هي الأكثر شيوعاً اليوم، ليش ممكن نضطر لهي العملية بعمر مبكر؟ هل العمر له علاقة بهي العملية؟ تمام. هلأ مفصل الورك هو من أكثر المفاصل اللي نحن نشتغل عليها كما مفاصل الصناعية نتيجة تعرضه لإصابات كثيرة خلال مرحلة الطفولة أو خلال مرحلة الحياة المتقدمة.
هلا خلال مرحله الطفوله ممكن يتعرض لحالات خلع ورك او انزلاق او داء بيرتز، هي مع تقدم العمر بتخلي المفصل يجهد بطريقه معينه، الميكانيك تبع المفصل بيتغير، القوى العامله على المفصل بتؤدي الى اجهاد المفصل بعمر مبكر اكثر، فبتلاقي انه تخرب المفصل حدث بعمر مبكر. سابقا كان هي الاصابات هي وقت يصير عند الشباب الصغار انه هالالم نتيجه الاصابات هي المزمن، يسووا له شيء التحام مفصل او ايصاق مفصل ليخلص من الالم. هلا حاليا نتيجه التطورات بتصنيع المفاصل وتصميمها واشكالها المختلفه صار انه هذا الموضوع نقدر نحن نشتغل مفاصل حتى عند الشباب الصغار من عمر 18 سنه فما فوق، بنشتغل نحن مفاصل لنريحه من الامور هي ونساعده على عوده حركه المفصل للطبيعي، بينما الايصاق المفصلي المفصل يابس ما عاد في اي حركه، عمليا كان السبب بس لزوال الالم. اما المفاصل بتزيل الالم مع الحركه. هلا بالاعمار المتقدمه غالبا الاصابات التنفسيه هي اللي بتساوي لي هالمفاصل هي بعد عمر الستين نتيجه تقدم العمر او اسباب معينه امراضيه او دائره ثواني سوت اهتراق بمفصل الورك فبنستبدل نحن مفصل الورك. طيب دكتور، نحن عم نحكي عن عمل الان صار ما له زمان ما له وقت، مثل ما حضرتك حكيت ممكن شاب عمره 18 سنه اذا عنده اذيه بالمفصل انتم تعملوا له هيك عمل جراحي. طيب سابقا كنا نسمع انه ممكن السيدات اكثر عرضه وخصوصا بعد سن معين لما بصير عندهم هشاشه بالعظام، هل هذا الشيء له علاقه او لا؟ هلا بالنسبه للسيدات هشاشه العظام ما له علاقه بموضوع تخرب المفصل، يعني تنكس المفصل ما له علاقه، بينما انه تخلخل العظام عند السيدات باعمار فوق ال 50 سنه فما فوق بيساوي لي انه ممكن تتعرض الست لكسر لرد معين لكسر، هذا بعد الاصابه بالكسر بنبدل المفصل، يعني بنشيل مثلا بالورك راس المفصل بعد ما انكسر العروق بنركب له مفصل صناعي مشان الحركه مشان سهوله تحرك البعير. الاعمار الصغيره في امراض معينه مثل ما حكينا انه هي بتنكس المفصل بالورك مثل ما حكينا داء بيرتز، امراض رسوانيه شبابيه، عقابيل خلع ورك ولادي مهمل او بسن متقدمه بنستبدل المفصل. طيب دكتور، يعني اليوم اذا حدا عمل عمليه مفصل او تبديل مفصل بنسمع انه ممكن يضطر لعمل جراحي ثاني، ليش؟ شو هي الحالات يلي بتستدعي عمل جراحي ثاني؟ هلا نحن تركيب المفصل البدئي او الاولي نتيجه الاصابات معينه، هذا المفصل ممكن يتعرض لاختلاطات معينه. اكثر شيء شائع هو انفكاك المفصل. طبعا المفاصل البدئيه اذا تركبت تحت ظروف وشروط جيده جدا ومع انه الجراح عنده خبره جيده بالمفاصل ممكن المفصل وسطيا عمر البقاء بين 15 ل 20 سنه وهذا عمر كثير جيد. هلا في حالات معينه انه ممكن المفصل يتعرض للانفكاك لحاله؟ لا، المفصل بيتثبت بماده محدده. بالنسبة للمفاصل عندنا مفاصل إسمنتية أو مفاصل لا إسمنتية، يعني تثبيتها بإسمنت طبي خاص أو مفاصل لا إسمنتية بصير في التحام بين العظم الطبيعي وبين سطح المفصل اللي هو مطلي بمادة معينة بتساعد على الالتحام. هلأ نتيجة جهود معينة نتيجة نشاط زائد عن اللزوم مع الزمن مرور الزمن ممكن يصير انفكاك بالمفصل إنه هالمادة اللاصقة أو الاندماج العظمي اللي صار ممكن يصير في انفكاك بالمفصل بيتخلخل المفصل. هي سبب من الأسباب اللي نحن بنرجع بنساوي تركيب مفصل ثاني بنسميه الريفيجن. الأسباب الثانية إنه إذا في عندنا خلع، صار خلع بالمفصل نتيجة معينة وتخلخل المفصل، إذا صار في اهتراق بمركبات المفصل وخاصة المادة الداخلية للمفصل اللي هي عبارة عن بولي إيتيلين معين ممكن هذا يهتري شوي شوي مع الزمن مع مرور الزمن بعد 10-15 سنة 20 سنة حسب نوع المفصل وتصميمه وتركيبه، هذا بيساعد على انفكاك المفصل.
أو إذا صار في عنا نتيجة ردود معينة أو إجهادات معينة بتعرض إلى المفصل، ممكن نحن جزء من هذول المفصل يصير في كسر معين أو ينكسر العظم، فبالتالي نرجع لإعادة الجراحة من أول جديد ونتائجها لا بأس فيها جيدة. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي على تأثير هذا العمل الجراحي على الحياة اليومية للمريض. يعني اليوم نعرف أنه أي شخص بيركب مفصل ممكن يضطر أنه لفترة من الوقت ما يمارس حياته الطبيعية، في شيء بده يغيره بحياته. هلا الغاية من تركيب المفاصل بالدرجة الأولى أنه المريض يرتاح من ألم، بيكون المريض عم يعاني فترة معينة من الألم، بيكون نحن استنفذنا كل سبل العلاج المحافظ، فصفي عنا أنه استبدال المفصل بيريحه من الألم. بالإضافة أنه حركة المفصل بتعود يعني قدر الإمكان للشبه الطبيعي، فبيقدر يمارس حياته اليومية بشغله بعمله بقعدته بصعود الأدراج بنزول الأدراج. بالإضافة إذا في عنده مثلا قصر بالطرف أو في تفاوت بطول الطرف أثناء عملية تبديل المفصل، هي كلياتها نحن بندرسها قبل ما نسوي عملية المفصل بشكل جيد. إذا في عنده تفاوت بطول الطرف نتيجة المرض اللي صار عنده وصار فيه قصر معينة، خلال تركيب المفصل نختار مركبات تعوض له هذا الطول، فبالتالي المريض بيكون عم يعاني من عرج معين، هذا العرج حتى بيروح معه، يعني بيزول هذا العرج بعد ما نسوي معادلة لطول الطرفين باستخدام المفصل. طيب دكتور، خلينا هيك نحكي شوي عن الأشخاص اللي ممكن يخافوا من هاي العملية أو مو فورا يلجأوا لها أو يضطروا أنهم ياخذوا أبر الكورتيزون إن كانت بالركبة أو مكان الألم بالضبط. أضرار هاي الإبرة على المستقبل البعيد ممكن يكون لها أضرار، أو هو بكل مرة بنوجع فيها لازم ياخذ هاي الإبرة؟ هلا بشكل عام المريض يعني اللي بيتعرض لمشاكل بالمفصل خاصة المفاصل المزمنة اللي هي التنكسية، بيحاول المريض قدر الإمكان أنه يبتعد عن الجراحة بإجراءات محافظة. أحياناً بيضطر أنه في إبر نحن بنعطيها داخل المفاصل، إذا كان السبب التهابي وبمراحل مبكرة ممكن نعطيه إبرة كورتيزون واحدة تريحه من الألم والتورم الموجود ثاني في حالات التهاب المفصل الرسواني. هلا إذا في حال التهاب مفصل تنكسي، في أبر خاصة يعني بشكل عام بسموها هي أبر الزيت، هي عبارة عن مواد معينة بتساعد على ترطيب السطح المفصلي بتلين المفصل. هلا حاليا في تقنيات حديثة، هي حقن بلازما أو حقن خلايا جذعية داخل المفصل، هالخلايا التعبانة بتحاول تعيد تنشيط وضعها بشكل عام بآلية محددة، بس هي شروطها أنه بده تكون بالمراحل المبكرة لتعطي النتيجة جيدة. السبب الآخر يلي بتخلي المريض أنه ممكن أنه يأجل عمله الجراحي، ممكن الوضع المادي يلعب دور شوي، أنه ما في عنده استطاعة يدفع ثمن المفصل أو كلفة العمل الجراحي، فبنحاول أنه كل هالإجراءات المحافظة نطبق له إياها مع تحديد حركة النشاط أنه يخدم بشكل أكثر ريسما الظروف تسمح بذلك. دكتور، في نقطة مهمة كتير، خلينا نحكي شوي اليوم عن الإجراءات الوقائية. يعني أكيد في إجراءات وقائية بيتم إعطائها للمريض لحتى يمارسها بحياته اليومية قبل العملية وبعد العملية لحتى ما يتم استبدال المفصل. فعليا أنت قلت ممكن 10 سنين يقعد المفصل، 15 سنة حسب الحالة والعمر وما إلى ذلك. تماما. بالنسبة لإجراءات الوقائية قبل العمل الجراحي، أي حالة بالمفصل مرضية يفضل أنه تتعالج باكرا. كل ما عالجنا الحالة باكرا كل ما أنا طورت عمر المفصل، وخاصة بالإصابات اللي بصير خلال مرحلة الطفولة، مثلا داء بيرتز بمفصل الورك أو خلع الورك الولادي، كل ما تعالج ووضع المفصل رجع أقرب ما يمكن إلى الطبيعي، كل ما بكون أنا أخرت كتير من موضوع أنه يتخرب المفصل، ممكن يتخرب بأعمار فوق 40 سنة أو ما شابه ذلك. بينما إذا كان هذا العلاج ناقص شوي أو تأخرنا شوي بالعلاج، ممكن يصير بقى بعمر أبكر بالعشرينات أو 25 سنة بالنسبة لهالنقطة هاي. اثنين، أي حالة تخلخل العظام موجودة عند المريض يفضل أنه ما نهملها نعالجها، لأنه هي الحالة أول شيء بتأثر على عمر المفصل ثباتيته ومدى الانفكاك اللي حكينا عليه، ما أنه بيتعرض لكسور. مجرد ما تعرض لكسور خاصة عنق الفخذ عند السيدات أو المصابين بتخلخل العظم، بنضطر لنبدل أنه المفصل.
نتيجة هالشيء هذا. دكتور خالد، اليوم خصوصا كبار السن قديه بيعانوا من مشاكل النشفان بالمفاصل، ممكن هذا الموضوع يؤدي لإزالة المفصل تبديله، أو في حكيت لنا شوي عن حقن البلازما أو أوبر ترميم الزيت، ممكن يستخدموها كوقاية من النشفان على المدى البعيد، أو ممكن إذا صار هذا النشفان بزيادة بجسمهم يضطروا لعملية كمان؟ هلا بالنسبة لحالات معينة اللي هي التهاب المفصل التنكسي اللي بصير نتيجة بشكل أولي نتيجة تقدم بالعمر، هذا بمر بمراحل، له مراحل من المرحلة الأولى لمرحلة رابعة. بالمراحل الأولى إذا خففنا الإجهاد، خففنا نشاط المريض، أعطيناه أدوية بالحقن داخل المفصل، ممكن يساعد على تليين المفصل ويساعد على تنشيط الخلايا الغضروفية، وبالتالي نحن نتأخر شوي مراحل تخرب المفصل، بصير فيها تأخير، ممكن يتأخر 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات إذا التزم بالتعليمات وتابع المريض بشكل دوري عند الطبيب للتدخل وقت اللزوم. طيب دكتور، اليوم تقريبا حكينا عن أبرز النقاط اللي ممكن تخطر ببال أي شخص مقبل على عملية تغيير المفاصل، ولكن إذا راح عن بالنا أي استفسار وفي نصائح معينة بتحب توجهها بنهاية حديثنا تفضل. أنا بشكل عام يعني نحن بنطمن الإخوة المشاهدين أو المرضى يلي بيخضعوا لعملية تبديل مفصل، لا تخاف من موضوع تبديل المفصل، عمليات استبدال المفاصل كثير ناجحة ونتائجها كثير جيدة وبتعطي عمر يعني للمفصل يخدمه بين مثل ما حكينا بين 15 ل 20 سنة. تابع يعني للمريض، تابع بشكل دوري عند الطبيب، يعني الفترة الأولى كل 3 شهور لازم أنت تراجع طبيبك بعد ما تخلص عملية المفصل ويتم الشفاء، كل 3 شهور بتراجع طبيبك، بعد سنة بتراجع طبيبك بشكل متكرر. الغاية من ذلك أنه أول شيء الطبيب يطمن على وضع المريض، ثاني شيء يراقب الصور الشعاعية أنه صار في مثلا أزية معينة، صار في انفكاك، ما صار انفكاك، للتدخل المباشر بالنسبة للنقطة هاي. فلا تخافوا من موضوع المفاصل وتركيبها، نتائجها كثير جيدة. وبشكل عام يعني الفكرة الشائعة عند الأخوة المشاهدين أو البعض منهم أنه شو هو تركيب المفصل، بدي قص من العظم شيء، بدي قص لرجلي، شو هو المفصل؟ لا، هو عبارة عن المفصل بيرجع بشكل طبيعي وبيتحرك بشكل طبيعي وكله مخفي ما هو ظاهر. أكيد بختام فقرتنا معك دكتور نتمنى السلامة للجميع، وبنشكر حضرتك على كل المعلومات يلي قدمت لنا إياها. شكرا لك، كنت معنا اليوم الدكتور خالد نمورة، أهلا وسهلا. شكرا. شكرا لك. تخلينا نروح لمحطة يمكن بتهم كل السوريين يلي عم بيتابعوا اليوم صباحنا، لأنه نحن جدا فخورين بالإنجازات اللي قدرنا نوصلها حاليا، إرادة وتصميم مرافق لبراعة وأيضا موهبة، قدرات علمية ما قدرت الظروف أنه هي تثنية عن الوصول أو تحقيق أهدافها العلمية والوصول للعالمية. لما بنحكي عن الوصول للعالمية أكيد عم نحكي عن الروبوت، وأكيد عم نحكي عن رفع العلم السوري في المحافل الدولية العالمية، ويتم الآن الاستعداد للمشاركة العالمية القادمة بطبعا أولمبياد الروبوت تحت عنوان حلفاء الأرض، اللي أطلقته إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع، مهام علمية جديدة تنتظر الروبوت السوري لتطوير مهاراته وتشغيله. كمان اليوم سلمى رح نتعرف أكثر من ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، المهندسة رانيا صندوق أمين سر اللجنة العلمية لعلوم الروبوت، عن المسابقات اللي تم من خلالها صقل مهارات المشاركين في مجال علوم الروبوت، وأيضا عن البطولة الوطنية والمشاركات العالمية القادمة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، مهام جديدة اليوم دخلت لعالم الروبوت، وأنتم مؤسسة حافلة بالإنجازات العلمية والعالمية بسوريا وخصوصا بسنوات الحرب. خلينا نبلش بالمهام الجديدة اللي بلشتوا تشتغلوا عليها حاليا. تمام. هلا خليني اوضح اول شيء شغله عن WRO. WRO هي مسابقه عالميه بيتم حسب البلد يلي يتم اختياره. هاي السنه البلد المضيف هو يلي حط، طبعا هو دائما البلد المضيف هو اللي بيحط عنوان المسابقه والشروط
الشروط والقواعد اللي بصير عليها. فلما بتصير انطلاق عالميا لهي الشروط بتصل بقى لكل بلد، ونحن بنتعرف على هي الشروط وبنبني على اساسها، بنساوي مؤتمر صحفي وبنخبر مدربي الفرق انه شو هي التغييرات، شو هي القواعد، شو هي الشروط. طبعا حلفاء الارض هي عنوان المسابقه لهي السنه اللي حتصير بتركيا. طبعا المسابقه بالنسبه ل اذا بدي اعرف للقواعد، في عندها بعض التغييرات، في عندنا تغييرين كثير مهمين. التغيير الاول انه هي القواعد يلي تم نشرها هي السنه هي عباره عن قواعد يشتغل عليها الفرق ضمن البطوله الوطنيه، حيتم اضافه مهام جديده، حيتم النشر عنا قبل المسابقه العالميه تقريبا ب 8 اكتوبر. فنحن بدنا نطلب من الفرق وحاولنا انه نقول لهم انه لازم الفريق يقدر يغير البرمجه، يقدر يغير ضمن المهام الجديده، فلازم يكون المدرب على درايه بهي النقاط ليقدر يوصل بفريقه للعالميه، يقدر يوصل لاكبر عدد من النقاط. النقطه الثانيه اللي كثير مهمه من التحديات انه هي كانت بعض القطع الالكترونيه السهله اللي بتسهل مهام الروبوت، هي السنه لغوها لحتى يحققوا العداله بين الفرق لانه غير متواجد بكل الدول. فكمان هي النقطه هو تحدي للفرق انه هو كيف بده يستبدل هي القطع الالكترونيه اللي مهمه اللي كانت تسهل له المهمه تبعه وتعطيه اكبر اسرع شيء. هلا هو كافضل، بس هو هذا القطعه هي غير متواجده عالميا، وبلشت الدول اللي بتصنعها تخفف من تصنيعها. فالمسابقه الماضيه صار في فرق بين الفرق مستويات. فهو لحق تحقيق العداله ضمن هي المسابقات تم الغاء هذا القطعه الالكترونيه. يعني اليوم عم نحكي على موضوع الروبوت السوري، خلينا نحكي اكثر عن كيفيه تدريب المشاركين لهي البطوله وعلى المهام يلي كانت مطلوبه منهم وكيف كان التعامل التحكيمي. تمام. هلا بمجرد انه ظهرت القواعد عنا، فصار انه لكل فريق بيعرف شو هو، كيف الاليه يلي هو بده يشتغل عليها، وكيف بيحصل على عدد من النقاط. طبعا احنا في عنا مسابقه مختلفه الفئات العمريه، كل فئه عمريه لهم مهمات معينه، كل فئه عمريه لهم تحصيل سكور معين، حتى البونص يعني هو العلامات الاضافيه اللي ممكن يحصل عليها. هلا القواعد اللي انتشرت ضمن ملف الاولمبيات العالمي موجود فيها كل النقاط اللي كيف بيقدر يحصل على النقاط والنقاط الإضافية، إضافة إذا بعض الحالات الخاصة، يعني بحيث أنه بيقدر الفريق يعرف حاله قديش هو جمع سكور، إذا كان في هذا الخطأ هل هو الخطأ لغى العلامة نهائي أو أخذ جزء من هاي النقاط. طبعا نحن ما بننسى أنه نحن في عنا خبرة تحكيمية، في عنا حكام بيتم اختيارهم بخبرة، عند كل طاولة أو كل فريق بيتم في عنا أكثر حكمين بيكون على الأقل بحتى يحسبوا التوقيت ليكون مضبوط 100% ويحسبوا هي النقاط، وبالتالي يعني في عندهم خبرة بهذا المجال. أكيد. اليوم حلفاء الأرض هو العنوان العالمي للمسابقة العالمية، ولكن أيضا لحتى نوصل لهي المسابقة في مراحل داخلية وطنية لازم نخوضها لحتى نقدر نشترك. خلينا نذكر الناس شو هي المراحل الوطنية قبل الوصول للعالمية. تمام. نحن في عنا مرحلتين، والمرحلة الثالثة هي المرحلة العالمية. المرحلة الأولى يلي هي على مستوى المحافظات وفيها ثلاث تجمعات، في عنا تجمع اللاذقية وتجمع حمص وتجمع دمشق. الفرق يلي بتحصل على المطلوب يعني بتحقق المعايير المطلوبة هي بتنتقل إلى المرحلة الثانية يلي هي بتجمع الأكبر يلي هو تجمع حمص، بيكون على المستوى الوطني. وبعد المستوى الوطني بننتقل إلى المستوى العالمي يلي هو تقريبا بين 28 ل 30 تشرين الثاني نوفمبر. خلينا ننتقل معك لمنحتانية اليوم واللي هو البطولة السنوية التاسعة للروبوت يلي هو ARC9 سيريا. كيف كان التحضيرات له لهذا العام وشو يلي تضمنه بالضبط؟ تمام. هلا بالنسبة للARC حنحكي بس وضح شغلة انه هو نشاط ثاني، هو نشاط ثاني لهيئة التميز والإبداع ولجنة الأولمبيات السورية. هذا النوع من النشاطات هو نشاط مسابقات روبوتية بس بتتم بين سوريا ولبنان فقط. هلا عم نسعى انه تكون على مستوى عربي، وكان فكره انه دخول العراق ومصر بس بسبب الكورونا ما قدرنا نحقق هذا الشيء. فهلا حاليا نحن عم نستعد للARC9 اللي هي حتصير ب 6 نيسان على مستوى سوريا المستوى الوطني، وبعدين ب 20 نيسان هي حتكون بلبنان.
طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن المستويات اللي موجودة عنا بين المشاركين بالبطولات، كم مستوى عنا وكيف عم تقدروا تواظبوا لحتى يضل في عنا استمرارية؟ عنا في فرق صار في إلى يمكن مشاركات سابقة إلى إنجازات، في فرق جديدة، خلينا شوي نحكي عن هالتفاصيل. هلأ لنحكي نحن عن المسابقات طبعا في إلى فئات عمرية، عنا الفئة الإليمنتري اللي هي الابتدائية الفئة الأولى اللي هي من عمر 8 سنة لعمر 12 سنة، وعنا الفئة الجينيور اللي هي من عمر 11 لل 15، وفئة السينيور اللي هي من عمر 14 لعمر 19. هلأ هدول الفئات بيتم تدريبهم على المهمة يلي هي يعني موكلة لهم، المهمات الروبوت يلي موكلة لهم حسب الخريطة وحسب القواعد اللي هي موجودة. هلأ المسابقة الثانية يلي هي لمهندسي المستقبل، كمان مهندسي المستقبل فئتهم العمرية بين 14 و 19، في لهم مهمة معينة، حتى في لهم مهمات ممكن يكون لهم شيء بيسموه إنه مهمة جديدة أو شرط جديد مفاجئ ممكن ينطرح خلال المسابقة. فنحن من خلال كيف هن عم يتعاملوا مع الروبوت، كيف هن عم يقدموا هذا الروبوت، كيف هالروبوت عم ينجز هاي العمليات، إنن عم ياخدوا السكور تبعهم. في عنا مبدعي المستقبل يلي هو هذا بيساوي هو مجموعة من المشاريع الإبداعية، طبعا بيتم تحكيمه إنه قديش في فكرة إبداعية، في قديش قدروا يقدموا هذا المشروع، يقدموا هاي الفكرة خلال 5 دقائق، قديش وصلوا لإنه هذا المشروع هل هو قابل للتطبيق، هل هو الأفكار تبعه متوافقة مع المسابقة، وهيك بيتم نحن عنا المستوى. ففي عنا طلاب بتبلش من الفئة الإبتدائية، فهي لما بتطلع للفئات الثانية اللي هي الجينيور أو السينيور أو توصل لفئة الهون هي بتكون عارفانه شو في قدامها وعم تتطور مهاراتها. هلا الفئه الابتدائيه عم نحاول نشتغل عليهم هي اكثر، لانه هن بيكونوا فئه جديده وفئه عمريه صغيره، وبصراحه نحن عم نشوف انه هي الفئات عم تبدع، يعني نحن في عنا عمر 8 سنين وعنا عمر 9 سنين عم يعطي افكار وعم يبدع، وعم نحاول نغير له بالمهام ويقدر يتجاوز هي المهمات ويجمع علامات عاليه. طيب خلينا نحكي عن هي الطاقات وهي المواهب، قد ايه ممكن اليوم نستخدم هي الطاقات، يعني العلم بالعمل قد ايه ممكن تساعدنا أو تساعد المواطن ولا الأشخاص بشكل عام على تطبيق هذا العلم بالعمل على أرض الواقع، إن كان بمجالات مختلفة بالطب، النظافة، بأي مجال ممكن اليوم بالحياة ولا رح نستخدمه لاحقا؟ لا، هو طبعا نحن هنستخدمها بشكل عملي على أرض الواقع. طبعا هلا نحن اذا بدنا نحكي ضمن المسابقه، فنحن ماشيين ضمن المسابقه حلفاء الارض، فهي حتساعدنا. طبعا عم بحكي انا على WRO، فهي نحن عم نحكي على موضوع الزراعه، شو يعني حليف ارض، انا كيف بدني استغل التكنولوجيا والذكاء الصناعي لابني حليف الي على الارض ليس بديل. يعني هي الثقافة لازم تكون معرفة، كيف ممكن يساعدني بالزراعة، بسقاة المزروعات، كيف ممكن يساعدني بأنه تحويل المزروعات الغير صالحة للاستهلاك البشري أو غير، أو بتكون مثلا فيها مشكلة، كيف بقدر أنا أحولها لسماد ترجع، فهو عن طريق الذكاء الصنعي هذا فيني أنا أقدر أعمل دراسة لهي المزروعات وأقدر أرجع سماد للأرض استغلها. نحن عم ننمي بطلابنا بكل مسابقة في أفكار جديدة، فهو لما الطالب عم يدخل على كل مرة على مسابقة جديدة عم يحصل على أفكار جديدة، هي الأفكار نحن عم نشوفها مبدعي المستقبل. مبدعي المستقبل عم يحاولوا انه يفرجونا افكار ابداعيه، ونحن كتحكيم او كلجنه العلميه دائما عم تسعى انه ما يطلع على العالميه او انه ما يحصل على العلامات العاليه الا الفكره الابداعيه، والا الطالب اللي هو مشتغل اللي هو قدران يبني الداره تبعه من بدايتها لحتى وصل لروبوت نقدر نستفيد منه على ارض الواقع، ولولا هيك ما بياخذ علامات، يعني كل خطوه هو كل شغله بيعملها لها علامه. يعني المهم انه راح يصير في استهلاك بشري. تمام، اكيد. طيب استاذ، خلينا نحكي اليوم كمان، احيانا الدول المضيفه بتضيف مهمات جديده على الفرق، وبالتالي هل يكون في تدريب سابق لهذا الموضوع او تاهيل، ام انه الفرق لما بتروح لهنيك بتعرف هي المهمات، بيكون عندها وقت ايضا للتحضير، ولا شلون بيتم التعامل مع الموضوع؟ هلا المفروض هو من وقت اطلاق المسابقه انه تبلش الفرق بتبلش المدربين بتاهيل هي الفرق لاول شيء كيف انه بده يشتغلوا على الروبوت، كيف بيبنوا هذا الروبوت ويقوم بالمهمات الاساسيه. هلا متى ما تجاوزوا
الوطنية. فنحن هون كمان كلجنة العلمية كمان بنتواصل معهم، بنشوف التقارير اللي بيبعتوها للجنة العلمية انه هل هن مستمرين، شو التطورات اللي حصلوه على هذا الروبوت. طبعا انا قلت لك ببداية المقابلة انه المهام الجديدة يتم اطلاقها قبل المسابقة تقريبا بشهر شهر ونص، فخلال هالفترة معهم، بس هو مفروض يكون عنده مهارات وافكار ابداعية ومهارات انه يقدر يطور نفسه ويغير البرنامج لحتى يقدر يشتغل المهمات اي مهمة كانت موكلة له. يعني اليوم لكل الاهل اللي عم يشاهدونا ان كان عندهم طلاب مشاركين بهي المهارات، خلينا هيك من ناحية التشجيع، كيف ممكن لهي المهارات انه تساعد بتطوير البنى العقلية والجسدية والعملية والعلمية عند الطالب؟ قدامهم اليوم تمام. هلا موضوع لوم الروبوت هي موضوع كتير كبير وواسع، وهي الثقافه نحن عندنا شوي فقر فيها بين الاهل. هلا نحن عم نسعى كهيئه تميز الابداع واللجنه انه نشر هي الثقافه، وبلشنا نشرها بالمدارس المهنيه بحكم انه الطالب اللي بالمدارس المهنيه هو عم يشتغل بشكل مهني، كيف هو بيقدر يبني داره بسيطه. نحن عم نحاول ننمي مهاراته انه ادخال التكنولوجيا على هي الدار كمان اللي هو وتشغيلها والميكانيك تبعها يكون جيد. طيب كمان صرنا نتواصل مع المدارس المتفوقين، كمان المتفوقين صارت عندهم هي الثقافة كتير جيدة، وبصراحة هي السنة في عنا عدد من المشاركين، يعني في كتير حابين انه يشاركوا بهي المسابقة. عم نسعى نحن عن طريق الاعلان وعن طريق وقت اطلاق المؤتمر الصحفي انه هي الثقافة صارت كتير مهمة، لانه نحن بالنسبة للطالب مو بس هو عم يكسب بعلوم الروبوت، هذا انه هو كيف بيقدر يغير البرنامج، كيف بيقدر يغير المهمة، هذا عم يعطيه محاكمة عقلية كتير جيدة، بيقدر انه باي ظرف كان هو موجود حتى بحياته بيقدر يمرق هذا الظرف، حتى لو كان الظرف غير جيد بيقدر يحول هذا الظرف الغير جيد لصالحه، وهذا شفناه بكثير دول العالم انه كيف حولت السلبيات لايجابيات. فنحن كمان عم نطور هي الثقافه عند الفرق تبعنا، وعم نطور الثقافه عند الطلاب وعند بالمدارس وبالجامعات وبالنوادي. أكيد. طيب خليني بس استوضح نقطة. اليوم قلتي حضرتك أنه نحن ضمن مقبلين على طبعاً المشاركة العالمية اللي هي حلفاء الأرض، كل مسابقة بيكون لها محور عام وعلى أساسه بيختار التصنيفات الروبوت اللي رح ينشغلوا عليها. حلفاء الأرض شو بنقصد فيها اليوم؟ هل عم يتجه العالم نحو هاي المسابقات لروبوتات خليني أقول ترتبط بالمشاكل البيئية والجغرافية؟ يمكن الزلزال ممكن يكون له علاقة بالموضوع. حلفاء الأرض أنا ما كتير بس بعرف إنه شيء أكيد له علاقة بالطبيعة. خلينا نشرح طبعاً. سابقا حكينا شيء له علاقة بالكهرباء وما قبله بالتغير المناخي. حلفاء الأرض شو بنقصد فيها؟ تمام. هلا مثل ما ذكرت لك إنه الدولة المستضيفة هي بتاخذ العنوان، بما إنه تركيا فأكيد رح تركيا فهو له علاقة بالزلزال اللي حصل السنة الماضية. فهنا احنا كيف بدنا نستغل هذا الظرف، مثل ما قلت لك الظرف اللي ممكن نسميه ظرف السيء اللي ممكن يحصل، ممكن يصير عندنا فيضانات، ممكن يصير اعاصير، ممكن براكين، ممكن زلازل. هلا بالفتره الموضوع الزلازل انه انت في اماكن لم يستطع الانسان الوصول لها، يعني انا الانسان ما قدر يوصل لاماكن يعرف هل هناك تحت الانقاض، هل هناك بشر او كذا. في احنا بدنا مين كثير يتحسس لنا كمان بسوريا اليوم. فنحن هذا الموضوع طبعا هو موجود عالميا، هي طرح الفكره ليست فقط للبلد المضيف، هي طرح طبعاً الفكره لحل مشكله عند البلد المضيف ولحل مشكله عالميه، لانه هي الظواهر الطبيعيه موجوده بكل بلاد العالم. فنحن كمان إضافة على هالشيء إنه نحن نبني حليف إلنا على الأرض. الذكاء الصناعي، في كتير ناس بيقولوا إنه نحن بديل عن الإنسان، لا، الذكاء الصناعي والتكنولوجيا نحن بنستغلهم لخدمة الإنسانية. صحيح. فنحن بدنا نبني روبوت حليف إلنا، يساعدنا بالزراعة، يساعدنا بسقاية المزروعات، ممكن هي إحدى محاور المسابقة، يساعدنا بالوصول إلى أماكن لا يمكن الوصول إلى، وهي من الأفكار الإبداعية إنه أنا كيف ممكن يصل الروبوت لتحت الأنقاض، كيف بيقدر ينزل، كيف بيقدر ممكن يصور لي المكان اللي هو موجود. طبعا هي ممكن من الأفكار الإبداعية اللي ممكن تظهر إلنا. فهذا هو موضوع العنوان كحلفاء الأرض، يعني نحن وهذا عم ننتظره من شبابنا إنه يفرجونا أفكارهم على أرض الواقع إن شاء الله. أكيد. طيب أستاذة رانيا، خلينا نتعرف من حضرتك على أهم الإنجازات والأفق يلي عم تنتظر المشاركين والأبطال واللي عندهم هاي القدرات العلمية بهذا المجال، شو هي الأفق اللي ممكن تنتظرهم بالمستقبل؟ تمام. هلأ نحن شفنا
شفنا في عنا يعني كثير شباب من شبابنا لهم بصمه كانت سواء على ارض الواقع ولا شفناهم حققوا انجازات. هلا بالمسابقه الماضيه كان في ميداليه فضيه، طبعا هدول خلينا نقول هن عمرهم بعمر ال 19 فهن لسه ببدايه المرحله الجامعيه. فهلا هذا هن اول شيء لما بيفوتوا على هي المسابقات بيتعلموا طريقه شيء بسميه البحث العلمي، كيف بيقدر يكتب تقرير عن المشروع بطريقه بحث علمي، فهي كسب هي المهاره لقدام، كيف ممكن يقدم مشروعه وفكرته بفتره زمنيه معينه. لكن انا بدي اشرح الفكره تبعي وفكره مشروعي لازم يكون خلال فتره زمنيه اقدر اوصل الفكره للي قدامي، عم حتى اني وصل الفكره لغير المختص، يعني انا عم وصل الفكره مثلا لمهندس فهو مهندس بيكون فهمان علي، اما عم وصل الفكره على التلفزيون فانا في كثير اشخاص بيكونوا هي، فهي كلها نحن مهارات عم نحاول نخلي الطالب انه هي يكتسبها، هي بتكمل مراحله التعليميه وممكن توصله بالاخير ل يعني بيكون عنده وجهه نظر وجهه نظر مسبقيه على انا شو ممكن يكون منتظرني من خلال انجازي لهي الاشياء العمليه. هي وجهه نظر وهو مهاره بيقدر بعدين انه هو بتحسن محاكمته العقليه، بتحسن كل شيء باي مجال دخل فيه ضمن الحياه. يعني بالختام بدي اتشكرك الاستاذه رانيا صندوق لوجودك معنا وكل المعلومات اللي اضفتي لنا اياها اليوم. الله يخليكم، شكرا لك. شكرا لك استاذه رانيا، اهلا وسهلا فيكي. اما هلا رح ننتقل للحسكه، طبعا اقام اتحاد فرع الكتاب معرض لياء الكتب بالتعاون مع مين وتفاصيل هالمعرض رح نتابعه بالتقرير التالي. فرع اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية أقام معرضا لبيع الكتاب ضم العديد من العناوين الأدبية من منشورات وأصدارات اتحاد الكتاب العرب ليتم بيعها بأسعار رمزية. طبعا يأتي هذا المعرض اليوم لمنشورات الاتحاد اتحاد الكتاب العرب بعد انقطاع فترة طويلة عن المعارض وبعد بذل جهود كبيرة لإيصال الكتب إلى محافظة الحسكة. تم تنظيم هذا النشاط بالتعاون بين فرع الاتحاد وبين جمعية صفصاف الخابور الثقافية. هذا المعرض رسالته في نشر ثقافة الكتاب، خاصة أن الكتاب الورقي على وجه التحديد يعاني اليوم من متاعب ومشكلات ناجمة عن منافسة الكتاب الإلكتروني له، ونحن بحكم الثقافة التي نشأنا عليها وتعودنا عليها فإن الكتاب الورقي يبقى هو الأقرب إلى النفس وهو المحبب إلى الذات لما يتصل بذلك من عوامل نفسية وثقافية واجتماعية. أهمية المعرض تأتي من كونه يحقق الصلة ما بين القارئ والإصدارات الأدبية الحديثة وفي مختلف مجالات الأدب والإبداع والشعر والدراسات الأدبية النقدية والمسرحية والتاريخ. هو معرض جميل جداً وندعو الناشئة إلى متابعة القراءة والعودة إلى نور العقول. كتب من النوع الثقافي الممتاز، مثل إحنا الأطفال في قسم خاص للأطفال، قصصه يعني حلوة لدرجة إنه الإنسان بده يريد إنه يقرأ أكثر وأكثر. طبعاً إغناء للثقافة بشكل عام الكتاب، ونحن بحاجة كل فترة لمعرض كتاب. يعني الكتاب نافذة للفكر، نافذة للروح، نافذة للثقافة، نافذة للعالم الآخر. الحضور أكدوا أهمية مبادرة فرع الاتحاد وجهوده في إيصال مختلف عناوين الكتب وتنظيمها في المعرض الذي يعد فرصة لشراء الإصدارات المختلفة بأسعار رمزية. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. أما هلا سلمى رح ننتقل إلى مدينة حمص، وشارك مجموعة من شباب من أعمار مختلفة في مبادرة نفس التي أطلقتها مؤسسة رياديو المناخ السوريون وبالشراكة مع مؤسسة الآغا خان التنموية وغرفة زراعة حمص، وتضمنت حملة تشجير في عدة مواقع بالمدينة، ورح نتعرف على تفاصيل أكثر ضمن تقرير زميلتنا شيرين العلي. بهدف تحسين الصورة البصرية لحدائق حمص وتعزيز الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية الزراعة والمحافظة على الأشجار، نفذت مؤسسة رياديو المناخ السوريون بالشراكة مع مؤسسة الآغا خان وغرفة زراعة حمص والمجتمع المحلي حملة تشجير تحت عنوان نفس.
يعني حبينا نغير الشيء التقليدي لحملات التشجير. بالعادة يعني بتطلع مجموعة بتزرع أشجار وبتروح، بس غالبا ما بيكون في هيك استدامة، ممكن الأشجار ما حد يعتني فيها أو ما يسقيها أو هيك. فنحن عملنا استمارة لإشراك المجتمع المحلي، هنن الأشخاص اللي حابين يزرعوا حوالي بيتهم أو بالحديقة اللي بشارعهم، عبوا الاستمارة وتعهدوا هيك تعهد معنوي انه هنن رح يسقوها وينتبهوا عليها بعد ما تم الزراعه. هلا رح نزرع 100 شجره مثل ما قلت لك بثلاث اماكن بحمص، هون هلا مبلشين بضاحيه الوليد، وكمان رح نزرع عند الجامعه عند كليه الطب جسر بابا عمر وبحديقة العدوية كمان. الحملة التي تهدف إلى تنمية روح المشاركة وحب الطبيعة حظيت بمشاركة جيدة من المجتمع المحلي في أحياء المحافظة. نحن فريقنا عامل مبادرات بالحي هون لتأهيل مناطق ومساحات ترابية مهملة، حولناها لحدائق، وفي جزء منها هو هذا القسم يلي حولناه لمسرح. فكانت الحملة بتصب بأهدافنا اللي هي إعادة تشجير وإعادة الحياة للمناطق المهملة. الحقيقة هدف الحملة كتير ملفت، إنه أنت تزرع شجرة لحدا بتحبه. شفت هي المبادرة كانت عامة لأي حدا من الناس، فأنا من بنت المنطقة نزلت على هي الحديقة، كتير مهم نزرع فيها شجر، هذا الشيء بيجمل المدينة وحمص كتير بحاجة لهذا الشيء، وتعاون أهل المنطقة، بالإضافة أنه هذا الشيء بينعكس نفسيا على الشخص بما أنه الطبيعة كتير بتخفف من التوتر أو الضغوطات الحياتية اللي بنعيشها بشكل يومي. شاركت بهي الحملة وإجينا نزرع هلأ هون قدام كلية الطب بجامعة البعث مجموعة من الأشجار، وأكيد رح نستمر مع هاي الأشجار نحافظ عليهم ما تتكسر. شفت على الفيس وقريت عنها أنه حملة نفس بإدارة رياجيو المناخ السوريين، حابين يزرعوا 100 شجرة بحمص بحدائق متفرقة. حبيت المبادرة كتير لأني أنا حدا مهتم بالبيئة كمان. المبادرة تهدف لغرس وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة ونشر ثقافة الاهتمام بالشجرة، سيما أن الحدائق تعد متنفسا للأهالي. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من محافظة حمص. رح نروح لفقرتنا الختامية، مسك الختام اليوم. اليوم حكينا عن إنجازات مهمة، قبل شوي كنا عم نحكي عن مسابقات الروبوت، وأيضا اليوم رح نحكي عن إنجازات مهمة بالتعليم، وخصوصا التعليم الافتراضي اللي ما قدر لا الزمان ولا المكان يمنع هي التجربة الرائدة من أنه هي توصل لطلابنا السوريين بكافة أنحاء العالم. ولما عم نحكي عن هذا النوع من المدارس فأكيد عم نحكي عن مدرسة أوغاريت الافتراضية. صحيح، اليوم سلمى رح نحكي عن هي التجربة الرائدة بالتعليم، وهي التجربة الرائدة بالتعليم عن بعد خاصة، وهي مدرسة أوغاريت الافتراضية اللي عم تبث المنهاج السوري عبر منصاتها التعليمية إلى مختلف أنحاء العالم، بحيث وبنفس الوقت أنه ولا طفل اليوم ينقطع عن التعليم والمنهاج السوري. وكمان المدرسة شهدت تكريم لطلابها بالفترة الأخيرة. رح نتعرف على كتير تفاصيل اليوم مع ضيفتنا الدكتورة لمى الحلاء، دكتورة في تقنيات التعليم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، سعيد صباحكم. صباح الخير دكتورة لمى. يمكن سابقا تحدثنا عن أوغاريت الافتراضية بشكل عام بمحطات مختلفة، لكن اليوم عم نخص جمهور ومتابعين صباحنا غير بهذا اللقاء لحتى نعرف يمكن اليوم كثير من الأمهات، وبرنامجنا بالذات يحضر من الجالية السورية بالمغترب. نعم. واللي هي أنتم تعنوا فيها جدا وتهتموا فيها بمدرسة أوغاريت الافتراضية. خلينا نحكي شوي هيك بسيط قبل ما ندخل بالتفاصيل. نعم. شو بتقدم مدرسة أوغاريت؟ مدرسة أوغاريت طبعا هي مدرسة سورية خاصة بتدرس المنهاج السوري افتراضيا. طبعا هي أول مدرسة رخصت في محافظة دمشق، بتضم مختلف المراحل التدريسية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي بالفرعين العلمي والأدبي، طبعا إلى جانب المنهاج الفئوي. هلا حضوي شوي بس على منهاج الفئوي، لكن كمان بدي أذكر أنه أوغاريت تنطلق اليوم بعام الدراسي الثاني بمخرجات كانت جدا نوعية من السنة الأولى، ونحن اليوم مثل ما ذكرتوا كان عندنا تكريم بنتائج الفصل الدراسي الأول،
وان شاء الله يا رب هيك منطلقين بقوه للقادم باذن الله. بدي نوه بس على منهاج الفئه بي، لانه مثل ما تفضلتي حضرتك نحن الفئه المستهدفه اللي عندنا هي بالخارج، وبالتالي في نسبه يعني مثلا من الطلاب يمكن انقطعت عن المدرسه او ما قدرت تدخل للمدرسه ممكن سنتين او اكثر، البلدان اللي راحوا الى ما قدروا يتاقلموا مع المنهج التعليمي اللي فيها 100%. فاي طفل انقطع لسنتين او اكثر عن المدرسه، يعني عندي طمن الامهات اللي هن بالفعل هذا الامر الشاغل يعني برا، كل طفل انقطع سنتين او اكثر هلا له الفرصه انه يلتحق بالمدرسه بمنهاج الفئه بي. طبعا هذا المنهاج وفر على الطالب فاقد عمري وتعليمي، لانه طبعا هو بيقوم على دمج كل سنتين بسنه واحده. طبعا منهاج الفئه بي بيوازي منهاج الفئه الف. شو يعني بيوازي؟ يعني الطفل يتعرض لنفس المنهاج اللي بياخده الطفل بالصفوف العاديه، يعني الصف الاول والثاني بيتم دمجهم بمستوى واحد بنسميه مستوى اول بي. طبعا بيكون قائم على انه بيختصر جزء من الصف الاول والصف الثاني والتركيز على ما هو اساسي للطالب بهدول الصفين وبيتم اعطائه للطالب. طبعا لما بيخلص هي السنه الدراسيه بيكون الطالب هو حيحصل على جلاء بيوازي جلاء الصف الثاني لما يخلص منها بهذا الصف، وبالتالي نحن عمليا هون الطالب هو اختصر بدل مرحله التعليم الاساسي هي عباره عن 8 سنوات اللي بتلخص من الاول للثامن، الطالب فينه يختصره لاربع سنوات، يعني هو هون عم بيعوض ما فاته عمريا بالاضافه الى تحصيله المعرفي. في نقطة مهمة، إذا كان عمر الطالب بيسمح على أنه هو يعني يتوافق مع السن النظامي بيقدر يتحول من المنهاج ب إلى ألف بدون أي مشاكل، يعني هو خلص مستوى أول أو مستوى ثاني صار عمره طبيعي يوازي أقرانه كسن نظامي بيقدر ينتقل إلى منهاج ألف ويتابع بشكل نظامي. يعني ومن فترة كمان كان في حفل تكريم للطلاب بالمدرسة، وهلأ ضمن ريبورتاج رح نستعرض الطلاب يلي تكرموا بالمدرسة وأيضا نعرض نتائجنا وكاميرا الإخبارية رافقت زميلتنا رشا خضور، ورح نتابع مزيد من التفاصيل ضمن هالريبورتاج. استكمالا لمسيرتها التعليمية في بناء جيل ناجح ومتطور، أقامت مدرسة أوغاريت الافتراضية حفلا تكريميا لطلابها الأوائل في الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 في مقر المدرسة بدمشق. تجربة رائدة، تعرف العالم الآن صار قرية واحدة كبيرة، السوريين يعني السبب يعني ظروف كتير صاروا يعني في أرجاء العالم، فإنه تجمع السوريين على الفكر والمنهج والحضارة والثقافة السورية شيء كتير كتير مهم، فبنتمنى لهم التوفيق. من نقدر شو بنقدر نساعد، نحن الأهداف واحدة بالنهاية، العلم وقراءة بالطغيان دائما، فإذا قدرنا احنا نساعد في هذا المجال فنحن بنتمنى ونتشرف هذا لكم. الحفل تضمن كلمات شكر وتقدير من مدراء وأساتذة المدرسة لطلابهم المتفوقين في الدراسة عن بعد، إضافة إلى تكريم دار الفكر للنشر لمساهمته وتعاونه في استكمال هذه المسيرة الرائدة. التعب يزول والإنجاز والتفوق يبقى، كل الشكر لطلابنا، بهنيهم الجهد والتعب يلي بذلوا اليوم يتوج بالتفوق والإبداع والتميز، بتشكرهم كتير وبتمنى لهم كل التفوق والإنجاز والإبداع والتألق. الحقيقة اليوم أنا كتير فخورة وكتير حاسة بشعور لا يوصف من خلال تكريمي لطلاب الأوائل من خلال منصة أوغاريت الافتراضية. أوغاريت اجتمعنا فيها بالحب لننقل العلم بروح الفريق الواحد، إن شاء الله بإذن الله تعالى رح تكون أوغاريت، نحن مع أوغاريت نطلع للعالمية. خطوة هامة تأتي في سياق تطوير طريق العلم والوصول إلى كل طفل سوري مغترب، وأن لا شيء يقف في طريق العزيمة والنجاح. يعني مثل ما تابعنا دكتورة لما، يعني كتير مهم أول شيء هذا الشيء يصير. اليوم نحن مو بس عم نستعرض نتائج الفصل الأول، وعم نحكي أيضا عن شراكة مع دار الفكر وغيرها من التفاصيل المهمة. خلينا نحكي شوي كيف كان تقييم اليوم، كيف قدرتوا لتوصلوا لهالنتائج، وخصوصا في عندكم أعداد هائلة ومن بلدان مختلفة.
نعم، هو نحن لما بدك تحكمي على جودة أي عملية طبعا التقييم هو الحكم، الأداء على الواقع على الأرض. لا شك أنه مثل ما تفضلتي يعني هذا العمل نتيجة سنة ونص من الخبرة والتحديات وكونها تجربة أولى ورائدة، فأكيد في عنا كان تجربة معايير. أولى وثانية وثالثة يعني خلال العام الماضي وإلى الآن نحن بتطوير دائم ومستمر. طبعا كونها مدرسة افتراضية فنحن آليات التعلم والتقويم أيضا كلها بتتم عن طريق المنصة بشكل إلكتروني بالكامل. طبعا العملية التعليمية نحن كمدرسة وكتربويين بالدرجة الأولى هي صحيح مدرسة افتراضية، لكن نحن بنسعى لتحقيق، خليني أقول لك، نحن نحاكي المدارس التقليدية بالاستفادة من كل يعني ما فينا نحن ننكر أنه أكيد المدارس اللي تعلمنا فيها كانت هي أكيد لها أثر كبير بشخصيتنا أكيد جو المشاركة بالصف تماما. فنحن أسقطنا الإيجابي من التجربة الماضية وعم نحاول نحاكي ببيئات التعلم الافتراضي. يعني البعض بيفكر أنه كمدرسة افتراضية ممكن مسألة الدوام فيها يعني تيمنا بالجامعة الافتراضية ممكن فيها مرونة، يعني الطالب إذا حضر أو ما حضر مثلا، لكن هذا الموضوع نحن من أهم المعايير بالمدرسة هو تحقيق عنصر التفاعل ما بين الطالب والمتعلم. يعني احنا عندنا برنامج مدرسي يومي مثل أي مدرسة، حصص مضبوطة إلى وقت محدد، يفترض أنه الطالب يجب أنه يكون موجود داخل الحصة الدرسية حتى نحقق نتيجة التعلم يلي نحن نوصل له. يعني طبعا الطالب بالمدرسة مو مثل الطالب الجامعي، يعني هون نحن بدها تضل عملية متابعة، وهي العملية هي متابعة بشكل دائم من قبل المدرسة. يعني نحن في عنا متابعة للطلاب وتواصل مع الأهالي بشكل دائم. طبعا هي بالنسبة للتعلم. بالنسبة لعملية الاختبارات طبعا جانب كتير مهم اللي ذكرته بالمحاكاة انه في مهارات ايضا عند الطالب مفترض انه هي يتم تقييمها. يعني نحن العرف السائد ايضا انه بالمدارس الافتراضية هي اسئلة مؤتمتة، وانه الطالب مثلا ممكن تتراجع مهاراته بالكتابة او بالقراءة او المهارات اللي هي بتتطلب جانب حسي عند الطالب. فنحن كمان كنا حريصين جدا بالمنصة وضمن خطة التطوير انه هي المهارة يتم استهدافها عند الطالب، لا سيما الطفل اللي هو بالمراحل الاولى المبكرة. الطفل الاول عندنا بده يطلع بيعرف يقرأ ويكتب، فهذا كان تحدي صراحة انه تقدري توفري هي الادوات انه تقيمي فيها حتى مهارة الكتابة عند الطالب. يعني انا مثلا تعرفي نحن عندنا املاء وخط، يعني هذا له درجة تخصص للطالب طبعا. فأنا كيف بدنا نضمنها ضمن الاختبارات كانت في خطة تطوير، وإلى الآن ما زلنا عم نشتغل عليها والحمد لله قدرنا نوصل لنتائج جدا موضوعية. يعني نحن باختباراتنا اليوم عنا نمط الاختيار المتعدد، عنا الكتابة الإلكترونية، عنا الكتابة اليدوية، قادر الطالب طبعا يوثق هذا أداءه على المنصة وكل نتائج طلابنا موجودة على المنصة بعلاماتهم بكل موضوعية. يعني النتائج عنا كلها موثقة على البيئة. طبعا التقييم إجا من الواقع ونتيجة جهود متواصلة بالأمانة، وعن طريق كمان أنا يعني شاشتكم الكريمة بدي وجه تحية شكر لأسرة أوغاريت بالفعل على جهودها الكبير صراحة من معلمين وإداريين وحتى أولياء الأمور، هن شركائنا بالنجاح وكان لهم كمان الدور الكبير معنا بانطلاقة أوغاريت إلى الآن. فلولا هي الجهود لما كنا قدرنا نوصل لهون الحمد طبعاً لله. طبعا كمان اليوم دكتورة لما مدرسة أوغاريت مو بس عم تتابع مسيرتها التعليمية للطلاب وأيضا عم تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي لهم، كيف ممكن عم يتم الاهتمام بهي الجوانب خصوصا بفترة كمان التعليم بنفس الوقت؟ نعم طبعا كمان المدرسة الافتراضية بتحطنا خليني اقول لك بوضع يمكن مختلف شوي عن باقي المدارس اللي هو اختلاف البيئات. يعني احنا بحكم منفتحين على كل الدول وكل الثقافات، مثلا ممكن تلاقي في تباين مثلا من طالب لطالب ومن أسرة لأسرة، وبالتالي ممكن تنشأ عندك بعض الأمور اللي لها علاقة طبعا بالتواصل، نحن كبيئة تواصل. فهذا أحد أهم الجوانب اللي بنستهدفه نحن بالإرشاد، بالإضافة إلى نحن مثل ما حكيت كتربويين بالدرجة الأولى نسعى مو بس إلى التحصيل المعرفي بالمدرسة، نسعى لبناء شخصية الطالب. طبعا شخصية الطالب أنا حتى نمي، أنا بدي نمي طبعا مهاراته اللي بنستهدفها بالأنشطة، ومن نمي أيضا المهارات الشخصية، احترام الآخر، تعبير عن الرأي. طبعا هي كلها بتكون وفق برنامج طبعا نحن مخصص لأنه برنامج إرشادي. طبعا هن أكيد المشرفين قائمين مختصين في بهذا المجال.
أول شيء طبعا بيكون أنه نحن عم نستهدف كل وقت بحسب خصوصيته، يعني عنا مثلا نحن فترة امتحانات بيكون التدخل جماعي طبعا للطلاب، كيف يعني نظموا عاداتهم الدراسية، كيف نتعامل مع القلق والرهبة من الامتحان، لا سيما أنه فكرة التعلم عن بعد عند البعض لهلأ هي هاجس، أنه كيف صحيح. أنا بدي أختبر إلكترونيا، كيف بدي أتعامل مع الاختبار الإلكتروني. فهي العملية كلها بيتم إرشاد الطلاب عليها. نحن طبعا عنا جولات صباحية يومية بتقوم فيها المرشدة النفسية بتواصل بالدرجة الأولى مع المعلمين أي مشكلة، طبعا هي بيتم رصدها نقاش طبعا كيف ممكن نحن نتعامل معها. بتشتغل على محور مثل ما حكيت انه جولة تدخل صباحي عفوا بيكون جماعي، وبعض الأحيان إذا اضطر الأمر طبعا بنلجأ إلى التدخل الفردي لما بتكون مشكلة تتعلق بطالب واحد أو بظرف معين. طبعا هذا محور، وإلى جانب التواصل مع الأهل، يعني مثل ما حكيت هنين شركائنا بالبيت، وبالتالي انه العملية هي ما بتتم من مصدر واحد، فضروري كمان هي بتنسق المرشدة أيضا مع أولياء الأمور، نحطهم بضوء المشكلة كيف نتعامل معها ونسيطر عليها. والحمد لله حتى نحن قراب من الطلاب لدرجة أنه بعض الطلاب بيشاركونا بعض الأمور الشخصية الخاصة فيهم، يعني من باب مساعدتهم هن قريبين منا لهي الدرجة. طيب دكتورة خلينا نحكي عن فكرة مهمة. اليوم بعض الطلاب بيكونوا بيعانوا من صعوبات التعلم. اليوم بعض الدول بتاخذ منهج انه لا التفاعلي، لازم الطالب نعلمه ندخل له اللعب عن طريق التعلم او التعلم عن طريق اللعب، قدمهم لصعوبات التعلم. اليوم التعلم عن بعد، كيف بيتم التعاون بهذا الشيء مع الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم؟ طبعا ذكرتي وضويتي على نقطة كتير مهمة مشكورة اللي هي صعوبات التعلم. بالفترة الأخيرة صرنا نشوف هيك بعض يعني خليني أقول الضعف بمجال معين عند بعض الأطفال، نتيجة أنه هي بالفعل احتياج حقيقي، يعني أنا استقرأنا من الواقع. فتم العمل على إطلاق خدمة نحن يعني مع الفصل الثاني وبداية يعني العام الحالي، هي خدمة الاستشارات التربوية اللي بتستهدف بالفعل الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم. لكن شو يعني صعوبات تعلم؟ يعني أنا كولية أمر عم بسمع، شو يعني أنا كيف بدي أعرف أنه ابني بالفعل عنده صعوبة تعلم أو لا؟ يعني الطفل اللي عنده صعوبات تعلم هو فينا نسميه هو ليس بطيء التعلم، ولا هو عنده خليني اقول لك قدراته ضعيفة، لا هو طالب عنده مشكلة. طبعا نحن صعوبات تعلم هي اما نمائية او اكاديمية، ونحن اللي عم نحكي عليه هو هلا الاكاديمي، يعني اللي بيتعلق بالمواد العلمية الاساسية اللي هن القراءة والكتابة والحساب. طبعا هدول المهارات الثلاثة. طالب بصعوبات التعلم بيكون هو ما بيقدر يمشي مع زملائه بالصف بنفس السرعة، تمام؟ فهون أنا بصير التدخل هو بحاجة إلى جلسات داعمة، يعني كيف مثلا نحن بمرحلة أكبر بنسميها دروس خصوصي، هو تماما نفس بتجي نفس المعنى أنه هذا الطفل الذي يحتاج إلى دعم، تمام؟ حتى خليني أقول رمم الفجوة ما بين يعني كسرعة أداء ساوي أنا أرفعه ليوصل بنفس الوتيرة مع زملائه بالصف، تمام؟ طبعاً هي الخدمة أو هي الآلية نحن بنمشي فيها وفق الخطوات الآتية. طبعاً القائم على هي الخدمة هو أكيد اختصاصي بالتربية الخاصة، يعني أكاديمي بالمجال. أول شيء بيتم الآن نحن بمرحلة استقراء الواقع ودراسة الاحتياج، يعني من خلال رأي المعلم بالدرجة الأولى، اثنين زيارات طبعا ميدانية خليني أقول لك أنه نحن ملاحظة أداء كل طالب داخل الموقف التعليمي، حتى طبعا من قبل مختصين أنه حتى حدد إيه هذا الطفل بالفعل عنده صعوبة تعلم، طبعا وفق خطة أكيد تم وضعها مع معلم الصف. المرحلة الثانية بعد ما حددنا الأسماء بيتم التواصل مع الأهل. نحن في عنا مثلا هي الحالة لاحظناها، حيكون في عنا أول شيء كشف أولي أو تقييم أولي للطالب اللي هو مثل خليني أقول لك استقراء لحالته. وهون بدي نوه لفكرة أنه ما في حالة بتشابه الثاني، هون ما في عندي أنا خطة واحدة رح طبقها على كل الطلاب. ممكن طالب عنده مثلا صعوبة بالقراءة فقط، ممكن طالب بالثلاث مواد مع بعض. هذا الشيء بيتطلب أنه أنا حط خطة فردية، طبعا هي الخطة بتكون بتناسب هذا الطفل، بتناسب خصائصه، سرعته بالتعلم، إمكانياته هو الخاصة،
من خلال المشرف المختص وبالتنسيق مع الأهل. تمام. وبعدين هاي الخطة حيكون أكيد لها وقت محدد لنقدر نحدد فيها الأهداف المرجوة من الطالب بهي المرحلة. طبعا طيب دكتورة خلينا قبل ما نوصل على الختام بآخر كم دقيقة مع حضرتك نحكي عن المبادرة، مبادرة أوغاريت تقرأ اللي هي مبادرة هادفة بين أوغاريت ودار الفكر. كيف كان انعكاسها على الطلاب وشو نتائجها ممكن تكون؟ نعم، مبادرة أوغاريت تقرأ هي مسابقة أطلقتها طبعا مدرسة أوغاريت بالتعاون مع دار الفكر. مثل ما ذكرت نحن نعتني كثير بمهارات الطالب بوقت نحن كل وقته مزدحم بالتقانة والتكنولوجيا، حتى نحن بين قوسين مدرسة افتراضية وتعامله بشكل مطلق مع التقانة. نحن من يعني بدنا ننمي العلاقة خليني لك بين الطالب والكتاب، لأنه هي علاقة بالفعل صحية، غير أنه هو طبعا القراءة أنه نكسب الطالب هي المهارة. مهارة القراءة مثل ما بنعرف هي مفتاح الوعي والمعرفة وكل العلوم. فانطلاقا من طبعا هذا الهدف الأساسي كانت طبعا هي المبادرة بالتعاون مع دار الفكر. طبعا دار الفكر هي مؤسسة خلينا نقول رائدة بهذا المجال، كان لها يعني هي العديد من المسابقات على داخل سوريا ضمن المدارس، لكن كأول مدرسة افتراضية بنكون نحن معها بهي المبادرة. نحن هلأ الآن بصدد إطلاق تفاصيل المسابقة، رح يتم طبعا الإعلان عنها من خلال خليني أقول لك معايير محددة، ولتكن مثلا عدد صفحات معينة تمام خلال فترة محددة، وبيتم بعدين بالنهاية التكريم. بس هون كيف حيكون التعاون بيننا وبين دار الفكر؟ مشكورين طبعا دار الفكر اللي حتقدم لنا خليني لك مجموعة من الكتب اللي هي بتكون ريليتد مع كل فئة عمرية، لأنه بحسب خصائص العمرية لكل مرحلة طبعا. ونحن مثل ما حكيت انه رح يكون في عندهم من قبلهم مشرف يجي لعنا على المدرسه يرشد المعلمين المرشحين من قبل المدرسه، لانه هن يشرفوا على الطلاب. طبعا القراءه هي مثل ما حكيت هي ليس الهدف منها هي الكم فقط، الكم يعني انا في عندي عدد محدد مين حيوصل يحقق هالتارجت هو الرابح، لا، رح يكون في عنا نحن مناقشه وتلخيص لكل كتاب تم قراءته او العدد الصفحات من خلال مشرفين هن المدرسين وتحت إشراف دار الفكر. طبعا من خلال حصص أسبوعية بتكون مخصصة لمثلا طلاب شو أنجزوا خلال هذا الأسبوع، بتم مناقشتهم مع المشرف معه تلخيصه، ومن ثم طبعا حصيلة الملخصات أو ما أنجزه الطالب سيحال للجنة التقييم والتحكيم طبعا من قبل دار الفكر، وهي أكيد لجنة متخصصة كمان بهذا المجال، ومن ثم هي يعني تنتقي أفضل ثلاث طلاب بناء على أدائهم، وبحيتم تكريم الطلاب بإذن الله بحفل افتراضي، وحنقدم أكيد جوائز مالية للطلاب بالإضافة إلى تابات كجانب خليني أقول لك تحفيزي للطالب، لأنه صحيح. هذه المسابقة ستتبع إن شاء الله أيضا بسلسلة من المسابقات الأخرى اللي بتستهدف طبعا ممكن كتابة القصص القصيرة الشعر، لأنه طلابنا في عندهم هي المهارة، لكن نحن بدنا نحاول أنه هيك نطوعها ونحطها بمكان الصحيح. كان في تفاعل حلو يعني من قبل الطلاب لهي المبادرة؟ نعم جدا الحمد لله، وعما قريب إن شاء الله يعني نطلقن على النتائج. أكيد أكيد رح نواكب هذا الشيء. بالختام بدي أتشكرك دكتورة لما، وأتشكر أكيد كل فريق مدرسة أوغاريت الافتراضية على الجهد المبذول لحتى تكون بسوريا هاي التجربة الرائدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير، شكرا لك دكتورة لما، وأكيد كل التوفيق لك وللمدرسة وللطلاب. أكيد شكرا لك. شكرا لك سلمى، خلص وقت برنامجنا صباحنا غير، واكيد نتمنى لكم مشاهدينا بقيه نهار سعيد برفقه الناس اللي بتحبوها، او حتى ان كنتوا لحالكم ننطرونا يوم السبت بفقرات جديده ومتنوعه، ودائما كونوا بخير ان كنتوا لحالكم او برفقه الاشخاص يلي بتحبوها. باي باي. أكيد عفافة نهاية هذا الأسبوع صحيح. بكرة يوم الجمعة مثل العادة بتكونوا مع حلقة خاصة من صباحنا غير بيست أوف لأبرز المحطات اللي مرقت غير خلال هذا الأسبوع، ويوم السبت بنكون مع حلقات جديدة مع فريق عمل جديد وصبايا أيضا من زملائنا. بدي أشكر فريق الإعداد ليوم الخميس هزار عبود، وأيضا بالإخراج الأستاذ حسين، ولكل الفنيين اللي دايما عم بيكونوا معنا يوميا على مدار الساعة، والفريق الإلكتروني المعني بإنزال المواد لحتى تقدروا تشوفونا إذا ما كان عندكم كهرباء. ضلوا بألف خير. باي باي.